تعال عمو تعال يمي تعال نعمو هاي شنو انت شو مسوي شو عندك هنا ها تجي عمو هاي شنو خنزير تعال شنو هذا ستينة مع ما سيقول عليك من داس يسجنونا هو احنا قوة ما شيء الأمور انت ليش جاني التظاهرات عمو عمو ليش جاني التظاهرات راسك عمو ها تجي المظاهرين انت تريد حقوقك شنو حقوقك عمو شنو اي مدرسة زين وبعد عباس تريد وطن قلت وطن صار لك ساعه شو تريد تريد وطن من وياه انتظر لي غاد انتظر لي غاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أصغر طفل عندي بالبيت أي. والله العظيم شاه السهناء وصل يم مطعم التركي اللي صاعدنا فوق ونزلني جوا على الشارع وعاصرنا هاي اليوم جبت هنا للمظاهرات بس أريد شوية أسكت يوميا المظاهرات هذا البناء الصحيح هذا البناء الصحيح العراقيين رايح